لا لا عادي. ما بس بالموصل، بالعراق كله اللي أصبح وباء يعني ونقمة على الفقير وأصحاب الدخل المحدود وأصحاب خلينا نكون يعني صريحين، هم المهن الحرة اللي يوم يشتغل وشهر ما يشتغل، يعني وباء وباء والله. الله يكون بعون الناس، الله ينصف هالناس، هاي الفقراء، الناس اللي تعبت. يعني احنا هسه ما نعرف ايش نشتغي، الله وكيلك. التنداغ على الطحين غالي، التمن غالي، احنا بلا شيء، اي شيء تقول له يقول لك الدولار والاسعار والسوق. يعني اكو ناس ما تعرف ايش القصه، تقول لك انا اريد اكل، اريد اشتري لي تمن، اشتري زيت، اشتري طحين، اشتري معجون، كله مربوطه بالدولار بالدولار. زين هذا الفقير، هذا الانسان اللي عانى الامرين، وبس احنا مقبلين على رمضان كريم ان شاء الله. اذا الله بلغنا رمضان، يعني المفروض الدوله شويه تحط ايدها، شويه تعاون هالفقير، شويه تكون منصفه اللواء. يعني اذا ما الخاطر رب العالمين شويه ساعد هالعالم، هذول الناس الفقراء، الناس المعدومي يعني القوه الشرائيه مالها. يعني نحن من الناس هسه بجيبنا 20,000 دينار او 5، والله ما اعرف ايش اشتغل، ايش تشتغل؟ شيء غالي. تتمن يقول لك ارخص نوعيه ب 44,000، يابا عندك 10؟ لا والله ماكو، هاي 25 كيلو بس. زين اعرف واحد ايش يشتغل، يلا ايش يشتغل؟ غلاء. هسه تنظر لي نوك تدحق ازمه بنزين، تروح لي قدام ازمه غاز، ازمه غاز، المواطن ايش يتحمل بعد؟ ما بعد يتقي يتحمل، يعني مصايب وغا مصايب وغا مصايب، كل يوم غدا وغدا وغدا، والله ارحم الراحمين. عندنا مصانع، ويني؟ ويني؟ اكو احد عيعمره؟ معمل البنجر لحد الان يطلعون علينا ويريدون يعملون، معمل السكر اللي هو ثاني معمل بالشرق الاوسط. عندنا كثير صراحة الفقير تعبان بشكل، يعني بس عايش على قدرة أحد، على الله سبحانه وتعالى. وهذا الدولار ذبح الناس، والله ذبح الناس، يوم نازل يوم صاعد يوم نازل، والناس ما تعرف ايش تسوي بصراحة. تعبت 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 الناس، تعبت بشكل. ارتفاع اللحوم يوم نازل يوم صاعد، هسه على 18 17 18، يعني الفقير بعد ما يقدر ياكل. اي والله يتجه على لحم المصلحه بصراحه، والناس تعبانه بشكل. طحين اليوم انا اخذته ب 42 ب 42 والله الطحين، والفقير والله ما يقدر يشتري لا طحين ولا مواد غذائيه على هالوجبه، يا تجي يا ما تجي. Thank you.
شيء ماكو منتج محلي، ثاني شيء الدولة ما تدعم التجار بالدولار، الدولار كله تجاري، إذا الدولار ما ينزل بالسوق الأسعار ما تنزل طبعاً، الفقير منظر، الصاحب العامل الكتف المتقاعد الرعاية والله حصر عليه الطبق البيض الدجاجة كيلو اللحم اليوم 17,000، تسأل يقول لك الأعلاف، نفس الشيء كلها مردودة على الدولة، هي الحل بيد الدولة. احنا وضعنا بالشارع الموصلي يعني، وخصوصا احنا في سوق الجزائر الوضع اصبح جدا تعبان. يعني احنا نبداها من معضلة الدولار، الدولار اقرته الحكومة ب 1320، ولكن المعمول به غير هذا، غير ما مذكور. يعني حاليا الدولار اليوم 1560، فهنا تبدا المعاناة، واحنا مقبلين على هذا الشهر الفضيل شهر رمضان، وباعتياد بداية رمضان الشغل يضعف، وزائدا عندنا المشاريع هنا راح تبدا بالحفر وما حفر، وصعبه على المواطن شلون راح يوفر قوت يومه، اللحوم ارتفعت اسعارها، المخضر ارتفع اسعارها، وكل المواد الاساسيه اللي تحتاجها العائله البسيطه في رمضان كلها ارتفعت اسعارها. فالله يكون في عون المواطن. يعني احنا نطلب من الحكومه المحليه اولا ومن الحكومه المركزيه نظره للشعب الفقير، للشعب الموصلي، للشعب اللي عانى وذاق الأمرين من خلال داعش وبعد التحرير. يعني ماكو، نحس احنا كمواطنين واني ماكو فد التفاتة جدية. يعني وين الدعم الحكومي؟ وين دعم الحكومة المحلية؟ وين النظرة لهذا المواطن الفقير الحمال صاحب العربانة ابو البسطة؟ وهاي مشكلة يعني اصبحت، يعني الله المستعان. خلينا نقول يعني اذا كان التمان ب50,000 هسه راح يصعد بعد، وزين هو المواطن هو دخله اذا ما يقل. اسعار البيض كانت تتراوح وتصعد وتنزل تصعد، بس برمضان راح تصعد اكثر. حتى الشيء البسيط اللي هو الطماطه والبطاطا والمخضر كلها في ارتفاع يوميا، الكيلو من 500 الى 750 الى 1000 الى 1000 وربع في بعض الاحيان، وهذا كله على كاهل المواطن. وتعرف المائده الموصليه بسيطه، يعني لازم بها طماطه ولازم بها خيار ومخضر ولازم على الاقل لحمايه دجاج شيء. يعني من خلالكم ومن خلال قناتكم الطيبه نوجه رسالتنا كمواطنين انه التفاته حقيقيه ومسانده المواطن الموصلي الضعيف ولكل المواطنين بصوره عامه. والله بالنسبة للناس الفقراء، احنا هذول اللي تشوفوا مال البسطات واللي نعمل اجور يومية، والله ما نقدر نصرف اكثر من طاقتنا. يعني هسه اشوف شيء رخص، مثلا اجيب لك مثلا اللحم الاحمر اللي كان الكيلو ب5,000 دينار، والله اللحم الاحمر اني ما طابخه ببيتي يمكن صار 5 اشهر، اذا اقول لك اخاف ما تقبل. نشتري العائلة، عائلتي 9 10 نفرات، والله العظيم نشتري كيلو دجاج، سوي شوية تشري ومرق. هذا الحمد لله، احنا مو رايدين شيء، ولكن ما عنده ما يقدر يقتصد إلى آخر درجة، والعنده لا والله يشتري، وشي غالي. يعني أجيب لك مثل المواد الغذائية، هذا القيسي يشترونه بشهر رمضان، كان القيسي كيلو ب500 ب1000، يعني تأخذ لك 8 كيلوات، صاير عبوة هيشي، ال8 كيلوات ب8,000 دينار، 7.5 8، هسة الكيلو ب4,000، هذا أبسط شيء. يعني هو القيسي اللي الناس يعني تشتريه بشهر رمضان. أما المواد الأخرى
يعني هذا الأكلة الرئيسية عندنا إحنا هسه على الناس الفقراء الطماطم، طماطم بصل خيارة، هذا شوية رخيص، هذا أكلتنا تقريبا 100%. وإنما هذا الدجاج لا والله بالأسبوع يمكن مرتين ناكله بالأسبوع، كيلو دجاج هذا اللي نقدر عليه. يعني هالتقبل أنا عمري فوق 70 سنة، رعاية اجتماعية ما خليت، ما ولد سويت رعاية اجتماعية ونطيت فلوس وما طلعت وراها وليه هسا مرة نسجل عند النواب ومرة نسجل وين وما أني أقول لك هذه الحقيقة. أقول لك شهر رمضان إحنا مو شهر الخيرات، هو شهر الخيرات وشهر يعني العبادة، عبادة الله، هذه هي أحسن من كل شيء. والمادة غالية والله يا أبا، والله هسا إحنا يعني مادة غالية ما نقدر نشتريها يعني. أما هذه بصله طماطم ما أعرف إيش خيارة، هذه هو أكلنا، هذا هسه حاليا هو هذا كل الأوقات. هي الاسعار انت تعرف يعني ما واحد يعبر عنها، هي معروفه الاسعار كلها صاعده. يعني الفقير اللي ما عنده راتب، اللي عامل، اللي كلها دحج عليها شلون تعبانه، ورمضان مجبل عليها. يعني الحصه بالنسبه للحصه التموينيه احنا قاعد نسمع راح يزيدونها وراح تجيكم مواد غذائيه كذا ورايح، بس شنو تنفيذ؟ ماكو فايدة، لديها بس حكي سوالف الشارع، هاي شبعانين منها، وهذه هي هذه حالتهم. ها دحج عليهم شلون؟ دحج على وجه هذا، دحج على هذا، دحج على هذا، كلها يعني كلها تعبانة. شوف هذا المسيكين طاح من يسمع الحكي يعرف نفسه شنو فقير. إذا ما حد يدعمه الفايدة شنو؟ ها إذا ما حد يدعمه هو فقير، إيه بس فقير، وها هي بس احنا نسولف عليه فقير، وهذا هو. إذا لا حد يدعمه لا من دولة لا من، ماكو فايدة من الحكي، نسكت والله كريم، وهاي هي الله يدبره الفقير، الله يدبره، ولا ماكو غيرها. طالب تخفيض المواد الغذائية بسبب الظروف اللي تمر بينا، احنا كعطالة بطالة كعمال نجي نشتري يومية ب 15,000 دينار عراقي، زين 15 و 10,000 راح تسوي؟ ما بيت نك الدهن. نطالب من الجهات المعنية وزير التجارة انهم يشوفونا حل، يشوفونا شارة للمواد الغذائية. كيس الطحين ب 40,000، نك الدهن ب 18,000، زين احنا وين نروح؟ اليومية اللي نشتغلها ما ادري نعطيها اجار، ما ادري نشتري بها مواد غذائيه، ما ادري ندفع اشتراك المولده، لمتى على هالحال هذا؟ كل سنه نقول تصير احسن نرجع ارذل، لمتى هذا الحكي يعني؟ شلون؟ شوفونا راي، شوفونا حل، بزعنا، ملينا احنا اطفال ونشتغل ولليوم، بسببكم راحت مستقبلاتنا، بسببكم راحت دراستنا، بسبب الظروف اللي مرت تعبت حياتنا، خلصنا، شنو هالسوالف؟ يوميا موعد وباكر تنزل والدولار صاعد نازل، احنا وين نظل ننتظركم على الدولار؟ شنو انتو؟ شو يعني شلون نظل نمشي وراكم احنا؟ شوفونا شارة عمي، شوفونا شارة، بزعنا حت حياتنا، ملينا الله وكيلك ملينا. بالعراق ما املك غير الهوية العراقية، طز على الهوية العراقية. شنو الهوية العراقية؟ على اي اساس؟ صار لي 20-50 سنة ساكن بالعراق، ما املك غير الهوية العراقية، لا سيارة، لا قطعة ارض، وتالي معاكم. شنو تشوفونا حل؟ يلا بزعنا عمي، بزعنا الله وكلكم بزعنا. هاي اشتغل يومية ب 10,000 دينار اجي بيشتري بيهن كيلوين شكر؟ ها؟
عيب كافي استحوا على نفوسكم خلصونا بعد ترى ملت حتى حياتنا. قبل فترة الأخ السوداني طرح موضوع وكلف بوزارة وزير التجارة علاء الجبوري أن هناك حصة غذائية رح تتوزع قبل رمضان تتكون من 12 مادة وذكر بها أنها طبقة بيض، بس هاي الـ 12 مادة ما تكفي المواطن حتى يتناولها خلال شهر رمضان. الحكومة المركزية في بغداد نزلت الدولار إلى 130، ولحد الآن سعر الدولار الرسمي المتواجد بالموصل بـ 157 إلى 160 يصل سعر الدولار. الحكومة ببغداد تبيعه ب 130 وأهل الصيرفات يبيعوا العالم ب 157، فهذا ما حل. الحل الوحيد الدولة تطلق الرواتب العالم بالدولار حتى الدولار ينزل، فإلى على هذا الوضع وغلاء المعيشة العالم شلون راح تعيش؟ ماكو أي حل من نزول الدولار. نزول الدولار فقط في البنك، البنك يبيعك ب 130، الصيرفات جاي تبيع ب 157، فهذا ما حل. فعلى حكومة بغداد المحلية والمركزية في الموصل وفي بغداد أن تشوف حل. المواطنين تعبت، لا تعيينات، لحد الآن ماكو موازنة هاي 3 سنوات، جت فلوس الأمن الغذائي وصلت الموصل 1500 مليون، وصلت المحافظة والفلوس كل شيء ماكو، لحد الآن لا أعمار، لا خدمات، لا بنى تحتية، لا مطار، لا جسور، إلى متى يبقى المواطن يعاني؟ هاي 3 سنين موازنة ماكو، هسه انقرت الموازنة، والموازنة رايحة لجيوب المحاصصة، للسياسيين، الشعب شنو مستفاد من الموازنة؟ باقي 4 أو 5 أيام مقبلين على شهر فضيل شهر رمضان، إلى متى العالم تعاني؟ إلى متى؟ لا شغل، لا عمل. البطالة منتشرة، نسبة ارتفاع البطالة ارتفع في الموصل إلى أكثر من 30%، فهي كارثة. كل سنة جاي يتخرجون الكثير الكثير من الكليات والجامعات وبلا جدوى. قبل فترة جسر العتيق إعمار ومجرد صيانة 4 مليارات، وين صايرة هاي؟ ايش سووا له؟ هم لو شايلين من الأول وباني ما يكلف 1 مليار. فالبوق والسرقة كثرت كثيرا في الموصل، وهناك تدخلات كثيرة من قبل كثير أحزاب في بغداد. لحد الآن ماكو أي جدوى، الفنادق ما زالت مدمرة، الجسور ما زالت، المنطقة القديمة البنى التحتية، نحن ما تفيدنا تجي تعمل لي شارع وتعمل لي رصيف، هذا ما حل. المواطن يريد تعويضات، لحد الآن تعويضات ماكو المواطنين، ما ذلك يعانين ذوي الشهداء. لازم الحكومة تشوف حل، ما حل تجي تعمل لي ورقة تكتب بس وماكو أي حل. الحكومة لازم تشوف حل. مدينة الموصل مصروف عليها 1 تريليون، وين الإعمار اللي بيها؟ وين الفلوس؟ الحكومة المركزية السابقة سرقت الأموال وطلعت، مضى على تحرير الموصل 6 سنوات، ما زالت المستشفيات تعاني. والله يابا طعبي حيل طعبي، اللحم كله ب 20,000 والمواد بالنار، يعني لا نطيق نتسوق، لا نطيق نشتغل، يعني فقط مره الحاله تعباني، نفسيا تعباني، العالم تعبانه، هاي ما عنده منين يجيب. يعني نحن كل شهر بدنا نستلم منا راتب وكله حيروح وما حيكفينا. وانا صار لي 7 أشهر هاني راتبي مقطوع. الفقير ميت الفقير، ايش عند المجوع؟ الله بس الله حيشفع له، ما عنده منين يجيب. العالم تعباني، فقط مره ميتي. ايش تاكل؟ والله كوبيت، والله كوبيت. والله حصل عليها القوس الخبز عليها. والله وانا الحمد لله. أنا أسلم راتب وحاطين فصيل للفقراء، عمل هم أجر أنا هم لله. خلي بس هاي العالم، واحد يساعد الله، واحد يشيل الله، واحد يرحم بلاغ. هي لا، نحن هوني ماكو رحم بقلبنا. إذا واحد بس يسحق الله، شوية بس خلي رحم بيناتنا، والله بتضغنا خلوه. Thank you.
اكو عالم تقول اكو شغل وماكو شغل. الزنقيل ايش يمه؟ الفقير واقع براس الفقير. الامبير صاعد، المواد صاعده، ايش هذا؟ وقاعده براس الفقير خطيه. يعني وين تروح الفقير؟ وين يتقبل؟ شغل ماكو، الزنقيل ايش يمه؟ اشتغل ما اشتغل ايش يمه؟ الفقير واقع براس الفقير. جاء رمضان خير، بس اكو عالم ميته من الجوع. هسه اروح اكو عالم عاد قدي. هاي ليش؟ ماكو شغل. تجي على الزنقي يقول الشغل مزبل، هو ماكو شغل. دولار صاعد، ما يصير هيك. هاي كلها واقعة براس الفقير. موليده غالي، الايجار صاعد، موليده صاعده، اللحم غالي، المعاش غالي، ايش تريد غالي؟ كله بالنار. هذا الفقير اللي ما عنده عائله من يطعمهم؟ ايش يشربهم؟ تعال من الصبح لليل ابو ابوك يشتعل عم تطلع الفلس. أنا عامل أحمد شمنتو، أنا ما شمنتو؟ ما يصير. أنزل من الصبح لليل أحمل الطن كله بألف ونص. حملنا 4-5 طن ما طلع لنا 4000-5000. من الصبح لليل. هذا شغل؟ ما يصير. شغل ماكو. أحلى شباب عاطلين. فلوس ماكو. فرد مرة هاي تعبانة الأمور. ايش نسوي؟